نيو تك. عسلامتكم ومرحبا بكم في نيو تك. اليوم باش نحكيو على اخر اصدارات شركة ريد دراجون في عالم شاشة الجيمينج. الليكرون جيمينج ريد دراجون ميرور بيزك 23.8 بوس تجينا بور HDMI بور VGA لومينيزيتي نلقاوها 250 CD M و كاري. الكونتراست نلقاوها 1000 على 1 16.7 مليون كولور. وفي الاخر الرابور دي الليكرون نلقاوه 16 على 9. نجيو للسوم متاعنا باش يكون في قرابة 379 دينار. نيو تك. من عالم الشاشات نمشيو لعالم الذكاء الاصطناعي، وين العلماء يبتكروا الذكاء الاصطناعي يقيموا به الصحة النفسية للإنسان من تعبير وجهه، واللي باش يميز بين الأشخاص الغير مصابين والمتأثرين بإحدى الإخلالات، كما زاد يميز بشكل صحيح بين حالات الإصابة بالاكتئاب والفصوم، وكذلك الدرجات اللي يتأثر بها المريض حاليا. هذه كانت نيو تك لليوم، خليكم برونشي على الحياة FM، نتقابلوا غدوة في نيو تك جديدة، باي باي. نيو تك.